دورة العشرة من مهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، 10 سنوات الحمد لله من التواصل والإبداع والتألق. هذا المهرجان يتم تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع وزارة السياحة والأثار وبتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب. المهرجان بيؤكد ويدعم فكرة التواصل الإنساني بين شعوب العالم والتلاحم والتعرف على فنون ثقافات في كل شعوب العالم، وأيضا التأكيد على التفرد الشخصية المصرية والتراثية من خلال فنونها الشعبية. كل سنة بنقدم اختلافات طبعا، سواء إذا كان فرق أو من أماكن، يعني في أماكن جديدة انضافت، لأن احنا بنبحث دايما على الأماكن والفضاءات الجديدة، لأن المهرجان كل سنة بيكبر الحقيقة الحمد لله، فبنحاول ندور دايما على أماكن مختلفة وجديدة. المكرمين السنة دي من 5 دول، أذربيجان، وعندنا الصين، وعندنا طبعا مصر، وعندنا مالي، وعندنا اليابان، يعني 5 دول هنكرمهم، ناس لهم رموز لهم أسماء هنعلن عنهم إن شاء الله في المؤتمر الصحفي. لكن العروض السنة دي بتبقى موجودة في السور الشمالي، مسرح السور الشمالي بالقاهرة التاريخية، وحديقة الثقافية في السيدة زينب، وساحة الهناجر بالأوبرا، وبيت السناري بالسيدة زينب التابع لمكتبة الإسكندرية، ومركز الطفل والحضارة في مصر الجديدة، بالإضافة للسور مسرح السور الشمالي اللي هو المكان الأساسي اللي هيتعمل فيه الافتتاح والختام، بديل للقلعة زي ما احنا الأول كنا بنعمل في القلعة طبعا زي ما حضرتك عارف. إن شاء الله افتتاح يوم 27 مايو 2023 الساعة 9 مساء، والجمهور طبعا بيجي قبلها بساعة. انا عارفة مش احنا بنقوله قبلها بنص ساعة، بس هما بيجوا قبلها بساعة وبساعتين. احنا مستنيينهم، مستنيين جمهورنا الحبيب، الجمهور اللي هو بيحب هذا المهرجان وبيستناه من السنة للسنة. ايضا الختام يوم 2/6 في مسرح السور الشمالي ايضا الساعة 9، وكل الفعاليات في كل الاماكن الساعة 9 مساء، والحضور الجمهور قبليها بشويه بنص ساعه، من ساعه لنص ساعه. السنه دي دوره استثنائيه نظرا لكل الظروف اللي موجوده في بلدنا وفي البلاد الاخرى. طبعا كان بيبقى عندنا مشاركات دوليه كبيره قبل كده، بيبقى بتوصل 20 دوله و18 و15، السنة دي طبعا الموضوعات أقل شوية، لكن بنعتمد على كمان فرق الجاليات الأجنبية، السفارات المصرية قصدي السفارات الأجنبية اللي موجودة في مصر بيشتركوا معانا بالفرق بتاعتهم. أيضا في بعض الفرق من الخارج ولكنها قليلة، مش بنفس العدد بتاع زمان، واحنا أجلنا المهرجان مخصوص عشان الامتحانات لما تخلص، عشان الأسرة المصرية تبقى جاية مرتاحة بأولادها. المهرجان ده الحقيقة احنا بنقدمه لأبسط الناس، مش بنقدمه للصفوة، لا، الناس اللي محتاجة الخدمة الثقافية الحقيقية توصل لها، وازاي يوصل لها الهوية المصرية والتراث الشعبي الأصيل بتاعنا، اللي هو ده بيبني بعد كده كل السلوكيات بتاعتنا بعد كده. الحقيقة ده مهم جدا ان احنا نقدم الخطوة دي، وعشان كده بنعمله مجانا للجمهور. وكل الناس اللي بتيجي مهتمية بالمهرجان من الناس البسيطة، احنا بنهتم بالبسيطة قبل الفي اي بي، وبنهتم بالفي اي بي طبعا، ولكن احنا يهمنا جدا الجمهور العادي، جمهور المهرجان، الهارموني بين كل الثقافات والتواصل بين الثقافات المختلفة. من الثقافات اللي موجودة قدامه على المسرح هو بيقدر يخلق حاجة تانية جديدة، يعني كل مشاركات، يعني دايما ده حسب المشاركات في كل دورة، يعني كل دورة بيطلع أحسن ما في المشاركات الموجودة، هو دي المفاجآت اللي دايما موجودة يعني باستمرار. والمهرجان ده الحقيقة ليه رقعة واسعة جدا من الجماهير، فيا رب دايما نكون عند حسن ظنهم، واحنا منتظرينهم السنة دي إن شاء الله في الدورة 10. والفنان انتصار عبد الفتاح زي ما أنا قلت محضر لهم مفاجأة إن شاء الله في الافتتاح وفي الختام بإذن الله، وهيساعدوا معنا، ويا رب تبقى دورة موفقة إن شاء الله. احنا السنة دي إن شاء الله الدورة 10 في الفترة من 27/5 لحد 2/6، عندنا افتتاح وختام في السور الشمالي نائب منطقة القرى الفاطمية جنب شارع المعز، عشان الناس ان شاء الله تشرفنا. دي الدورة 10، يعني ان شاء الله، يعني احنا تحدينا كل الظروف وكنا حريصين جدا ان الدورة تعمل في ميعادها، الظروف العالمية والسياسية والحروب اللي قايمة في العالم كله في مختلف دول العالم. كنا عايزين نوصل مسج ان مصر قادرة، موجودة، آمنة.
قاعدين نستقبل ونستوعب كل الناس، وقاعدين نشتغل ونقدم فنوننا وتراثنا لكل العالم. السنة دي المهرجان معانا 10 دول أجنبية، حوالي 18 فرقة من داخل مصر من قطاعات مختلفة. بنشتغل في 5 أماكن اللي هي السور الشمالي، ساحة الهناجر في دار الأوبرا المصرية، بيت السناري تبع مكتبة اسكندرية في سيدة زينب، الحديقة الثقافية في سيدة زينب، متحف ثقافة الطفل مصر الجديدة. دي الأماكن اللي بنعمل فيها عروضنا من يوم 27 لحد يوم 2/6. السنة دي حريصين ان احنا نقدم تنوع في الفرقة كلها، مختلف الثقافات بتقدم، كل العالم بيقدم مختلف ثقافاته وتراثه، بنحاول ندمج ده في عروض فنية بسيطة للناس، نقدر نقدم ثقافات للناس تستوعبها ونحتك بيها وتاخد مننا وناخد منها، ونوصل رسالة للعالم ان مصر السلام آمنة الى الأبد. السنة دي عندنا دول اول مرة تشارك معانا زي المكسيك مثلا، دي هتقدم فنونها التراثية والحاجات الخاصة بالفنون الإيقاعية في دولة المكسيك، وانا عارفين انها من دول امريكا اللاتينية اللي يعني بتقدم دايما الإيقاع عندهم حاجة مهمة جدا. لو على التوليفة اللي موجودة من بعض الشباب الجديد اللي هو مرة يتعامل مع الجمهور، جاي من مكتبات مصر العامة، بنقدمه 3 فرق معنا مشاركين ان شاء الله، الأستاذ نصر عبد الفتاح رئيس المهرجان، إن يكتشف بعض الوجوه الجديدة والفرق الجديدة ويقدمها للجمهور في إيفنت دولي مهم زي ده، بيحضروا عدد كبير من الجمهور، بنوصل مثلا في مدة المهرجان بنتجاوز 120 ألف حضور، فده يبقى شيء كويس ومشجع اليوم في البيت.